عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الأثرة عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي إي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال: أترضى أن يكون لك مثل الملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشر أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: ربي فأعلاهم منزلا. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشر أمثالها، أو إن لك مثل عشر أمثال الدنيا. فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بعدت نواجذه، فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلا. عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم. إن عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب والجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم:
والله لقد ازددتم حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. وعنه رضي الله عنه قال شهدت من النبي مجلسا أصفي فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخره فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادى منادى إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقولوا له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت مثله معا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون ما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخل الجنة وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم.